مساء الخير صبايا، وكل عام وانتو بخير يا رب، وينعاد عليكم بالخير والبركة. اليوم بدنا نعمل معروق فلكلور سوري جميل رح نحييه خصوصا للمغتربين. انا طرحت المعروق اللي من سنتين نزلته يوتيوب وكان رائع بكل مقاييسه، ولكن للأسف كان البنات عم يشتكوا من طولة عملية التخمير. تمام؟ أنا ما بدي أضيعكم نهائي. المعروق مكوناته الأساسية معروفة بالمطلق والوصفات متنوعة في النت، ولكن مكونات أساسية هي الدسم اللي هو إما زبدة أو سمنة أو زيت، طحين، بودرة حليب اللي هو أنا بعتبره أساسي، بيعطينا طعامة وطراوة طيبة وبيعطي هشاشة للمعروق. أنا عندي حركة رائعة هي البسمية النفس في تحضير أي وصفة أنا بضيفها، فرك الزبد أو السمن بالطحين مع النواشف والمحلب رح تعطيكي رائحة رائعة. بتتمي بتفركي في الطحين مثل الرمل لمدة 10 دقايق، تحسي الطحين بملامسة اليد صار دافي، وبعدين منزيد عليه السوائل ومنتابع عملية تحضير المعروق. ما بدأ ضيعك نهائي، نفس مكوناتي تبعت المعروق القديم تماما. ما عندك زبدة بيصير سمنة، ما عندك سمنة، عندك السمنة خلصانة ما بقيان مثل ما صار فيني أنا، ما عندي غير معلقة سمن عربي، وأنا بصراحة بحب أفرك الطحين المعروق بالسمن العربي، غير نكهة وغير طعمة. هذا هو كان ما بقيان أنا عندي غير معلقة سمنة كبيرة، حطيت زيت طلع رائع، طلع روعة بصراحة. وطبعا الزيت ما فركته، أنا بدي الطحين ياخد طعم السمن العربي، مشان هيك ما فركت الزيت إلا إذا كنتي مضطرة. ولأخواتنا السوريات اللي بقلب الحدث ما عندك سمنة ما عندك زبدة، تستعملي زيت وجود بالموجود. المهم المكونات الأساسية هي عبارة عن دسم، طحين، سكر، بودرة حليب، سائل حليب. إذا ما عندك سائل حليب جود بالموجود ماء عادي، ولكن لا نختلف عليه هو مقدار الماء. أنا بدي أعطيكي أساسيات بالعجينة ما تلعبي فيها. مقدار الماء للعجين، وهذا دايما أنا بنصح فيه، نحط الماء شوي شوي. عادة بياخد كل 3 كاسات طحين كاسة ماء كسائل. بجوز أنت تحطي، في ناس بيحطوا بيضة للمعروف، شيلي كمية مقدار البيضة من الماء لأنه هو يعتبر من ضمن السوائل. تمام؟ طيب الأساسيات قلناها. عندك مثلا البيكنج باودر. البيكنج باودر يختلف عن الخميرة بشيء واحد فقط، اثنيناتهم بيساعدوا على رفخ العجين، رفع انتفاخ العجين، ولكن البيكنج باودر مجرد ما نحط الجاتو او المعروق او العجينة للفرن المحمى مسبقا تشتغل الخميرة. البيكنج باودر إذا خارج ما بيشتغل شغل حقيقي، الخميرة بتشتغل خارج الفرن وبتكمل عملية التخمير وقت من دخله للفرن. هذا الفرق بيناتهم. أنا بدي أعلم الصبايا المبتدئات أساسيات النجاح، ما بدنا الوصفات ملانة بالنت. أنت بذكاء مطلق وبخبرتك وتحضيرك للعجاين بتزيدي وبتنقصي على كيفك، وفعلا تبدعين بحشوات ولمسات خفيفة وبسيطة. هاي البسمية النفس
مثل ما قلنا بنفرك الطحين بالزبد. خلينا نقول المكونات. شوفي ايش بدي اسوي، انا سرعت عمليه التخمير مشان ما اضيعك. نفس المكونات بس هذاك كان كيلو، هذا 4 كاسات، مشان هيك اختلفت المقادير والنسب، ومع ذلك جود بالموجود. انا مثلا كاتبه نص كوب بودره حليب، بجوز ما عندك انت نص كوب بودره حليب، ما بتعملي معروف، بتعملي اكتفي بمعلقه وحده تستعمليها محسن عجين وطراوه وطيبه وقيمه غذائيه وهشاشه. وصلت الفكره؟ ما عندك زيت سمن، ما عندك سمن زبده، تمام. طيب نحن هلا مسبقا ايش بنسوي؟ هذا هو الطحين اللي 4 كاسات طحين، اي كاسه لا تتايدي بمقداري نهائي، انا بدي بالبساطه في الطرح، بدي الشريحه الدنيا تفهم علي، مشان هيك انا ما بستعمل مقادير قياسيه. قيسي الوصفه كثير بسيطه، انا بهمني الصبيه تساعد امها الصغيره تعمل معروك بكل بساطه، لانه هي وصفه سهله جدا. هاي هي الكاسة، تمام؟ أي كاسة متواجدة عندك استعمليها، أي كاسة، وامشي عليها بالمقادير. 4 كاسات طحين حطيتهم هون، شلت نص كاسة طحين، نص كاسة طحين بحطها هون. أنا الطحين منخول مع النواشف مسبقا. طيب أنا قبل الطحين بدنا نحط، خلينا نكون تسلسل بوضع المقادير أفضل. أنا أول شيء بدي ماء دافئ، ما عندك حليب سائل بصير ماء دافئ، نص كوب، نص كوب من السائل. هو السائل ككل بالمجمل ل4 كاسات طحين هو كاسة وربع، بس مع ذلك أنا بنصحك دائما اختلاف الطحين باستيعاب الماء يختلف، مشان هيك حطي المي شوي شوي. أنا هلأ أخذت من المجمل السائل نص كاسة حليب حطيتها أنا هون، تمام؟ نفس مبدأ عملية التخمير السريعة تبعت عجينة ال10 دقائق، أنا بدي أسرع. مكونات المعروك نفس القديمة تبعت مدام دلال حناوي. طيب أنا بدي أخذ بالسكر، بتقدري أنت تتحكمي فيه، تريدي قليل بس ما لازم يتجاوز أكثر من التلتين. بتقدري تحطي تلت، بتقدري تحطي ربع، بجوز أنت تعملي معروكة مالحة بتكتفي ب3 معالق فقط. أنا بدي أعلمك أساسيات، يعني بجوز أنت ما يتواجب عندك السكر، بتقدري أنت بلفتة بسيطة تدهني المعروك بقطر وتحطي فقط 3 معالق، تمام؟ أنا هون بدي أحط جزء من السكر، بدي أسرع عملية أو بدي أختبر فعالية الخميرة وصلاحيتها. دايما بنصحك حطي معلقة سكر مع الخميرة ودوبية بماء دافئ أو حليب دافي بحرارة الجسم، بس فارة تركيها 5 دقائق، عطتك اختبار للخميرة وصلاحيتها، بعدين تابعي شغلك، لأنه بجوز الخميرة تكون فاسدة، تمام؟ بدنا نحن ما نتعذب أبداً. طيب بدي أخذ من مقدار السكر معلقتين، تمام؟ كافي. طيب أنا بدي الطحين 4 كاسات، أخذت نص كاسة. طيب هاي نص كاسة طحين، إيش بسوي أنا؟ اوعك يخطر لك تحطي ملح، الملح يقتل مفعول الخميرة، والماء الساخن يبطل كمان مفعول الخميرة، مشان هيك الملح لازم يكون متباعد بعيد، بس السكر بسرع عملية التخمير والماء الدافي بحرارة الجسم. أنا هلأ بأعطيكي المعروك خطوة بخطوة من الألف إلى الياء. بدي البنت الصبية الصغيرة هي اللي ترقد تساعد أمها وتدخل على المطبخ تعمل لها مفاجأة حلوة، هي المعروك، لأنه المعروك وصفة بسيطة جدا جدا. ونحن بدنا المضطربات كلهم ما
ينقص عليهم شيء باغترابهم عن بلدهم، وهو انه كنا كتير متمتعين بالمعروف ببلدنا يجينا على الجاهز. انا صار لي مغتربة 10 سنوات. طيب انا خلطت انا، ايش بدي اسوي انا؟ انا اول عملية هاي، طلع ايش بدي اسوي؟ راح اغطيها واترك ساعة كاملة حسب الجو انت عندك، بس لازم تنتبهي مجرد ما عطتك فقاعات تابعي عملية شغل المعروف. انا راح اتركها بهالشكل واترك ساعة، بعد ساعة راح اشوف فقاعات على سطح العجينة، بتابع عملية شغلي. ايش بسوي؟ الطحين هاد بنخله كله مع النواشف، بجيب معلقة سمن عربي أو زبدة، أو زبدة هذا السمن العربي أو زبدة، بفركه لمدة 10 دقائق. بس بحط هلأ نحن هون هذا الخميرة الظرف ما منحطه كله، هذا 11 جرام، هذا كافي لكيلو طحين، منا ننقص منه شوي خليه 9 جرامات. تمام، خلي معلقة كبيرة. ايش ببقى؟ كبي. طيب انا حطيته للخميرة وهلأ بدي اشغلها للعجانة واحرك هالعجينة واتركها ساعة. بفركه، بعد ما بفركه ايش بسوي؟ بجيب السائل، ان كان سائل حليب ولا سائل مي، فهمي علي، بحطه بالتناوب بين هذا فنجان الزيت، هذا فنجان الزيت، بحط مي وبعجن وزيت وبعجن بالتناوب لحتى اخذ عجينه ناعمه. إداع لحتى ناخذ عجينه ناعمه. هذا الحليب، بودرة الحليب مثل ما قلنا، أقل شيء معلقة جود بالموجود، أكثر شيء حطي 9 معالق ولا يمكن بياخذ العقل. بدي أفرجيكي المحلب، هذا هو المحلب تبع المعمول. شوفي ايش قد أحط هيك بس، تمام. هذا البيكنج باودر كمان معلقة صغيرة، وايش بساوي؟ 13. طيب صار 13، أهلين فيكم، منتابع. منكمل صبايا وصفة المعروف. نحن مثل ما قلنا أخذنا نص كوب من الطحين مع معلقتين سكر مع ظرف خميرة، بس ناخد منه 9 جرامات يعني معلقة، ومنتخلص من الباقي، منحركهم مع بعض بسائل حليب اللي هو نص كوب حليب، وتركناهم ساعة. عملنا نفس عملية التخمير العجينة، عجينة 10 دقائق. انتبهي لهالمرحلة، هي اللي بتختلف عن مكونات المعروك القديم تبعي، فقط المكونات واحدة. يعني حتى هنيك بتقدري تلعبي مثل ما قلنا ببودرة الحليب، بتقدري تلعبي بالسكر مثل ما بدك، بس بدنا نسرع عملية التخمير. عملنا هالحركة الحلوة، رح نشوف هلأ تركناها ساعة، رح نشوف ايش رح يظهر معنا. شوفي نفس عملية عجينة 10 دقائق، تمام. طيب نحن هلأ ايش نسوي؟ هاي المرحلة المهمة اللي بتعطيكي اللي هو أنا بسميه نفس. حطيت كل المكونات الجافة الباقية من سكر، من بودرة حليب، من الطحين، من السكر، وسويت أنا هالطحين، نخلته أول شيء، بعدين فركته مثل الرمل،
لحتى الزبدة والمحلب تاخد هالنكهة والطعم الطيبة وتتغلل بذرات الطحين. المحلب عم بيسألوني الصبايا مدام بصير بلا؟ طبعا بصير بلا، ما في إشكال أبدا، ودايما هذا بسميه ما بيأثر على الوصفة، هذا ذوق شخصي. السكر تقليله أو زيادته ذوق شخصي، بس في نسبة وتناسب ما بصير نتعداها لأنه بتقلب مقاييس الوصفة وتؤدي إلى الفشل. بس عنا حدود، دايما منقدر نلعب نقلل. بقى عيب يقولوا الشيء، في بعض ناس يقولوا هي وصفتي ووصفتك. لا، الخبير ما بيصعب عليه لأنه هي أمور سهلة بسيطة، لعبة أولاد صغار. طيب أنا عملت هالطحين هذا بهالشكل، غللت السمن والمحلب، يا ريت تشموا ريحتها تاخد العقل. شوفي أنا إيش بدي أسوي. أنا حطيت أخذت نصف كأس من كوب الحليب، وبصير مي طبعا، ما عندك جود بالموجود. طيب أنا عندي، فرضنا أنتي، أنا هلأ أنا حطها هون كاسة، تمام؟ بس أنا ما رح أحط الكاسة، بجوز أحتاجها كلها، بجوز أحتاج ثلاث أرباعها، بجوز أحتاج نصها، حسب استيعاب الطحين. وهون يكمن أيضا السر بكيفية الإحساس واستعمال الحواس. أنا برجع بقول للصبية بهكذا أمر، استعملي حواسك لتعرفي وين وصل الطحين لاستيعابه من الماء وتوقفي. طيب شوفي إيش بدي أسوي أنا. أنا هذا هو سائل الماء، وهذا هو الزيت، هذا هو الزيت، فنجان زيت. ما تكتري، تقدري تقللي بس ما تكتري، لأنه بيصير دسم زائد في المعروكة، ما بيعطيها النفشة والطراوي، تمام؟ لازم في نسبة مثل ما قلنا وتناسب. شوفي إيش بدي أسوي أنا، بدي أحط الطحين. شوفي إيش قد سهل، سهل سهل جدا. أنا وبدي أعجن، وبدي أحط بالتناوب. شوفي نشوف ايش قد ياخذ. نحن اخذنا هونيك نص كاسه، هو المقدار ككل، بجوز ياخذ كاسه، بجوز ياخذ كاسه وربع، تمام؟ انا حطيت هونيك نص كاسه عشان ما تخرطي، اكب لنا شوي، انا منقصتها بدي اكب لهون لحتى ياخذ المقدار، بجوز ياخذ بجوز ما ياخذ. شوفي ايش بدي اساوي بالتناوب، بدي اعمل حليب، زيت، تمام؟ حليب. صبايا بصير تعجنوا على ايدكم، كتير سهلة فوق ما تتصوري سهلة، يعني وصفة معروك. خلينا هون على العجينة، شوفي شلون. حليب، زيت. انا دايما للملمت العجين بكل عجايني بترك معلقتين زيت بجلي فيه الوعاء، بمسح فيه الوعاء، واسمه لملمت العجين. بدي أخليك تشوفيها، شوفي ما أحلاها. عم بيقولوا صبايا إنه عم بتلزق، بدها شوي. أنا هاي رح أكبها، هاي رح أكبها، أتخلص منها، هاي اللي زادت رح أكبها. هذا هو الزيت البقيان، بدي ألملم فيه العجينة. هاي هي عجينة المعروف. تعرفي إيش سر كمان العجينة؟ لازم تخبطيها وتلبطيها، لأنه كل ما خبطيها انت لعبتي بخيوط الجلوتين تماما وعطتك النفشة والطراوي، تمام؟ نحن بدنا نلعب، بدنا نمطط. في عنا عجاين ما بتحتاج نلعب بخيوط الجلوتين، بدنا اياها عجينه مفتته. انا بتمنى اللي عم بيتابعني، انا ما هدفي نشر وصفات نهائي نهائي، انا هدفي محدد ورسالتي محدده، تعليم اساسيات لنجاح الوصفه، تمام؟ انا رح اعجنها واريحها، ما بقدر أقلك ساعة، حسب حرارة المطبخ، بجوز نكتفي بنص ساعة،
مجرد ما شفتي العجين انتفخت أخذت كفايتها من التخمير، انتقلي للتقطيع. هي كرة، أنا هلأ هاي كرة، شوفي العجينة شلون بدها تصير. طلع شايفة ما أحلاها؟ هاي هي عجينة المعروك، اعمليها هيك خبط ولبط. أنا بدي أعطيكي، وقفي لقلك، بدي أعجنها أنا على إيدي قدامك على البلاطة لتسهل عليكي الأمر. شوفي أنا جليت هالوعاء بهالشكل، ما هيك؟ شوفي شلون نضيف صار؟ طلعي ايش بدي أسوي؟ الخبط واللبط بهالطريقة. أنا شايفة؟ بهالطريقة. بهالطريقة بعمل ايش بسوي؟ زيت؟ زيت؟ بعمل بهالطريقة مسحت زيت أنا وحطيتها كرة، كرة كاملة بريحة ساعة. أنا مكيف عندي، نحن هون اختلفت عن المعروك القديم، اختصرنا التخمير. هنيك يحتاج 4 ساعات مرحلة أولى، ومرحلة تانية ساعة، ومرحلة ثالثة، عرفتي؟ هلأ نحن ريحنا هنيك أول وحدة ساعة ضروري، هلأ نص ساعة بس، مجرد ما انتفخت منقطعها. بعد ما منقطعها منريحها كمان نص ساعة، وبعدين منشكلها وعلى الفرن فورا. بياكل معك 35 دقيقة بالرف الوسط. ادهني الوجه، هذا هو القطر. مجرد ما تطالعي العجينة تدهنيها قطر. رح أفرجيكي هذا هو صفار البيض، هذا هو صفار البيض. بحط معه 2 معلقة حليب مع 2 خل مشان زنخة البيض وتعقيمه، وبنفس الوقت بحط رشة فانيليا. بدهن المعروك بيعطيني لون رائع بصراحة، أنا عجبني أكثر من نسكافيه مع الحليب. في شيء جيد وفي أجود. هلأ أنا هاي العجينة بدي أخبطها كمان وبعدين أريحها، بريحها نص ساعة بس انتفخت منقطعها، مريت مرة ريحها نص ساعة بعدين نشكلها وعلى الفرن. وأهلا وسهلا فيكي صبية. كمل صبايا، العجينة اختمرت، خلينا نشوفها. نحن هي كرة كبيرة قسمناها الحجم اللي بدنا اياه وحسب الأشكال اللي بدك تعمليها. مثلا بدك تعملي هالشكل ضفرة، سادة، محشي، انت اختاري الحشوة اللي بدك اياها. تمام؟ نحن بعد التشكيل المعروك بده راحة تانية كمان نص ساعة، رح ينفخ مرة تانية وينفش مرة تانية. طيب أنا قالوا لي الصبايا شلون طيب المعروك بتحشي؟ شوفي الساوي، فتحت هذا كيس النايلون تبع الفريزر، فتحته هون على صينية متواجدة عندك، تمام؟ فتحته دائرة، هي هي الدائرة، رديت هي الأساسية، مسحت الصينية بمحرمة بزيت بسمنة بزبدة مثل ما بدك. لا بفضل انه تبتنعي عن الزبدة، لانه الزبدة فيها ماء، فيها حليب، والتعرض للحرارة بيصير على سواد، اما سمنة او طحينة. مسح مو دهن ابدا، نحن بدنا نمسح الصينية بهالشكل. رح افرجيكي شلون بهالشكل بس، سمنة أو زيت المتوفر عندك بس، تمام؟ طيب أنا فتحت هالعجينة قرص، بدي أحشيها مثلثات مثلثات، جبنة، جوز الهند، جوز التمر. طيب أنا الجبنة لأعطيكي نصيحة عليها، الجبنة حليها بمي حلوة، مي من الحنفية، روحي وتعي كبي عليها المي، حليتيها تمام؟ بعد ما حليتيها حطيها على منشفة، غلفيها بمنشفة بهالطريقة وحطيها ببرادك على تبريد الهواء. تاني يوم وقدك تعملي المعروك بتلاقي الجبنة ناشفة مشان ما تتأثر العجينة بالسوائل، هذا ممنوع تمام؟ طيب انا رح شوفي شلون رح نسوي هاي جبنه. خلينا نعمل مثلثات بشكل سريع. هذا مثلث جبنه مثلا، تمام؟
هذا مثلث جبنة. طيب هذا مثلث جوز، ما هيك؟ هي مثلث جوز. طيب هذا مثلث جوز الهند. بتريدي طبقات على راحتك، انا هلا بحدده، هذا جوز الهند تمام. انا مسحت العجينه بالزبده اول شيء، اول شيء مسحت العجينه بالريشه هون بالزبده بهالطريقه هيك، شيء كتير بسيط مثل ترطيب تمام. حتى مربى بدك عسل، انت الحشوه اللي بدك اياها. هاي التمر، انا رح اعطيكي نصيحه للتمر بتاخذ العقل، نحن جايين على العيد وكل عام وانتم بخير من هلا ورمضان. التمر اذا بدك فيه ليونه ورطوبه تنبسطي منها وما يلزق بالعجينه، بتعرفي ايش بتسوي؟ بتحطي معلقتين ماء فاتر، بتعجني التمر فيها وبعدين بتحطي الزبدة أو بتحطي السمنة. هاي هي نصيحة كتير حلوة وسر للتمر ليبقى لين بهالشكل. طيب أنا هذا خليني أعمله، ما بدي أوسخ إيدي تمام هيك. طيب قالوا لي الصبايا مدام شلون بدنا نلزق الاطراف مثل الكبه المشويه، اتركي على الاطراف، بدنا نترك 1 سم مشان يبقى فاضي تمام. هاي هي القرص الثاني، شوفي شلون بدنا نحطه فوق تمام هيك. طيب انا بواسطه الكيس بعمله بهالطريقه، بواسطه الكيس خلينا الكيس مريح بلزقه، رح يلزق معك وقت تتركي 1 سم او 2 سم فاضي على الاطراف مثل الكبه المشويه تماما بهالطريقه. انا هلا هذا لزقته، بعدين بشكله بالكاسه وبعطي حدود بالسكين او بعود خشبي، بحدد وبعمل دائره بالنص بالكاسه. هذا تشكل معي دائره، خلصت منه بدي اتركه بهالطريقه يتخمر، رح اشوفه بعد ساعه ينتفخ هيك 3 سم. شايفه ايش قد رقيق هلا؟ هلا بعد ساعه رح ينتفخ. هبدا اشكل لك انا بشكل سريع اشكال. هذا خلينا نعمل بهالطريقه، طيب على السريع بتحبي تحشيها الى نفسها تمام. انا رح اعملها هيك بهالطريقه هي بدي. طيب طبعا تحشيهم، انت بتقدري تحشيهم وتشكلي مثل ما بدك هون، هدول محشيات ومنهم ساده. طيب بقدر بعمل بهالطريقه، طيب نعمل هيك كتير بسيط مثل ضفره، مثل ضفره الضفرة بسيطة أنت تفنني فيها. أنا ما كتير على فكرة بروفيشنال بالأشكال، معلش اعذروني. بهالطريقة رح تنفش معك وتعطيكي شكل بياخد العقل. هاي
هذا هو الشكل مع أحلى. هذا رح يتضاعف حجمه مثل ما قلنا مندهنه. هذا هو البيض، رح أحطه أنا مباشرة بهالشكل، رح أحطه بهالشكل، رح أدهنه حليب وصفار بيض، رح نحط السمسم، هذا هو السمسم، طيب رح أعمل شكل ثاني كتير بسيط. يكون كتير بسيط الموديل أفضل، كتير حلو بيطلع. هذا القطر واللي بيسموه الشيرة منكمل صبايا. هذا معروفنا، معروف مدام دلال 2014، بياخد العائل نفس معروفنا القديم بمكوناته، بفرك الطحين مع الزبد والسمن. رح أقول المقادير، بتحبي كيلو بتحبي 4 كاسات، الكيلو هو عبارة عن 5 كاسات كبار. المقادير 4 كاسات طحين، كاسة وربع سائل إن كان ماء دافي أو حليب دافي بحرارة الجسم، ظرف خميرة 9 جرامات بيطلع معلقة كبيرة، الظرف عادة بيجي 11 جرام، أنت خدي بس معلقة وتخلصي من الباقي، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر بيساعد على رفخ العجين، محلب 1/4 معلقة وهو اختياري طبعا، زبدة معلقة كبيرة ملانة أو معلقة سمن عربي لنفرك الطحين فيه مع النواشف، تمام؟ بودرة حليب 1/2 كاسة بيطلعوا 3 معالق، ومقادير المعروف القديمة 3 معالق بودرة حليب. ما تخربتي أبدا. أول مرحلة راح نجيب 1/2 كاسة حليب دافي مع 3 معالق سكر مع الخميرة، راح نخلطهم مع بعض مع طبعا 1/2 كاسة طحين من المجمل اللي هو 4 كاسات. أول مرحلة نخلطهم مع بعض على مبدأ عجينة 10 دقائق، نتركهم ساعة، بعد ساعة منغطيها طبعا، منلاقي فقاعات. طيب فقاعات، هلأ المفروض ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية رح ننخل الطحين مع النواشف كلها، وهلا رح نستعد نضع الطحين، باقي الطحين نحن اخذنا 1/2 كاسة، بقيان 3 كاسات ونص بنحطهم طبعا بعد ما فركناه بالزبده او السمنه، ما عندك افركيه بزيت جود بالموجود، انا بفضل السمنه والزبده. طيب هلا بدي احط الطحين وبعدين راح نخلط ونحط السائل مع الزيت بالتناوب، بنحط سائل زيت سائل زيت، بالاخير بنلملم العجينه وبنعجن مزبوط مزبوط خبط ولبط. كل ما عجنتيه اكثر افضل،
يعني عجينية بتاخدي طراوة وهشاشة بتاخد العقل. خلينا نشوف هالهشاشة اللي بتجنن. طيب نحن مسحنا كرة العجين بزيت، حطيناها بكيس نايلون، تركناها على جنب لمدة ساعة وبجوز نص ساعة حسب حرارة مطبخك. طيب عطتنا إشارة اختمرت، انتفخت العجينة، منقطعها للأحجام اللي بدنا إياها، منرد منريحها نص ساعة. بعد نص ساعة منشكلها، إذا حبيتي تحشيها بتحشيها، وإن حبيتي تشكليها هالأشكال الحلوة تقدري تشكليها. بعد التشكيل بتريحيها نص ساعة تنتفخ. عطتك دليل وإشارة التخمير، منحمي الفرن مسبقا 5 دقائق، رح تاخد معك بجوز 20 دقيقة، 25 دقيقة، بجوز بالكتير بالكتير 30 دقيقة حسب حماوة فرنك. منحطها بالوسط، من نشعل النار من تحت تاخد لون الذهبي اللي بياخد العقل، بعدين فوق وهي سخنة المعروكة رح ندهنها قطر اللي هو الشيرة، ندهنها بالريشة ومنرشها جوز الهند، او مندهنا دبس. كلياتنا بنعرف دبس التمر ودبس دبس التمر ودبس العنب، مثل ما بدك تتفنن.